وللحديث أكثر ينضم إلينا السيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. أهلا بك سيد رائد. سيد رائد، نبدأ بالتجربة النووية لكوريا الشمالية والتي لا زالت تلعب دور أساسي في تحركات الأسواق، يعني برأيك هل سيكون لها رد فعل أو تبعات طويلة المدى؟ بلا شك، يعني توترات جيوسياسية على مستوى عالمي وتهديدات نووية، هذا سوف يكون له التأثيرات الكبيرة، وأي تداعيات جديدة أو أي مستجدات في هذا السياق سوف يؤثر على شهية المخاطرة، على شهية المستثمرين إجمالا، وبالتالي قد تتعرض الأسواق العالمية إجمالا لموجة من الضغط بالاتجاه الهابط في الفترة القادمة إذا ما استمرت أو تصاعدت أكثر هذه التوترات. نعم، طيب الذهب كان أبرز المستفيدين يعني من هذه التوترات السياسية. أونصة الذهب يعني وصلت اليوم، سجلت مستوى 1337 دولار للأونصة. برأيك ما المستويات المتوقعة للذهب الفترة المقبلة ونقدر نقول لنهاية العام؟ الذهب حقيقة استفاد بشكل كبير خلال الفترة الماضية على الرغم من كل التوترات السابقة التي كانت موجودة عالميا، إلا أنه حاليا يستفيد بشكل كبير، أولا بنتيجة ضعف الدولار الأمريكي الذي ساهم بشكل واضح بدفع الذهب بالاتجاه المرتفع، ثانيا وجود عدم اليقين وعدم الوضوح الذي يكتنف الكثير من الاستثمارات أمام المستثمرين، وبالتالي هذا يضعف شهية المخاطرة ويتجه بالمستثمرين إلى الملاذات الآمنة. الذهب حقيقة مع صعوده من وقت ما تجاوزنا مستويات 1300 دولار للأونصة، وهناك أمل بمزيد من الارتفاعات. المستويات الحالية 1337 إلى 1340 ممكن أن تمثل مستويات مقاومة في الوقت الحالي، اختراقها قد يفتح المجال إلى ارتفاعات أكثر، لكن الذهب لا يزال في الترند الصاعد واحتمالية الصعود أكثر ب 20 أو 25 دولار للأونصة حتى نهاية هذا العام واردة بشكل كبير. نعم، أيضا هناك ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس المقبل والذي سيحدد مسار السياسة النقدية الأوروبية، ما توقعاتك؟ حقيقة ذكرنا أنه كل ما يجي عندنا اجتماع جديد للمركزي الأوروبي من تقريبا من 3 شهور وإلى الأمام تزداد أهمية هذه الاجتماعات مع اقتراب المركزي الأوروبي لإرسال رسائل واضحة بأنه يتجه إلى تابرينج أو تقليص برنامج التيسير النقدي، والذي هو يعتبر في مضمونه تشديد للسياسة النقدية، وهذا سوف يدفع اليورو بلا شك بالاتجاه الصاعد. ولعل التصريحات الأخيرة التي كانت على لسان ماريو دراكي بأن اليورو المرتفع لم يؤثر حقيقة على المنطقة الأوروبية أو على أداء المنطقة الأوروبية، هذا يعطي المجال للتوقعات والتحليلات بأن هناك مجال لارتفاعات اليورو بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وأعتقد اجتماع غد ممكن أن يكون يعني مفتاح لمزيد من الارتفاعات. نعم، أيضا تعليقك على أداء الدولار الأمريكي اليوم، الدولار يعني استقر أمام سلم العملات الرئيسية يعني برغم التوترات الجيوسياسية، أيضا برغم بيانات الوظائف التي جاءت مخيبة للأمل. تعليقك. ننتظر عدة خطابات لأعضاء في الفيدرالي الأمريكي تبتدأ من اليوم ويوم غد، وطبعا هناك نوع من الستاند باي أو الاستعداد قبيل هذه الخطابات التي يعني ننتظر فيها أي تلميحات من قبل الفيدرالي الأمريكي نحو التوقعات المستقبلية للسياسة النقدية، وهل يوجد هناك رفع جديد لأسعار الفائدة هذا العام على الرغم من التضخم المتراجع. نعم، سيد رائد خضر، رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك. شكرا لك.